مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كلام في السياسه. حلقه النهارده نقدر نعتبرها حلقه خاصه وحوار خاص مع كاتب ومفكر مصري شهير، واعتقد ان هو حوار اللحظه. ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده في استوديو كلام في السياسه الكاتب والمفكر المصري الدكتور عبد المنعم سعيد، وحوارنا النهارده عن اللحظه اللي بتمر بيها القضيه الفلسطينيه، اللحظه اللي بتمر بيها حرب غزه، اللحظه اللي بيمر بيها اهلنا في رفح الفلسطينيه. حلقه النهارده بتيجي بعد 48 ساعة من المفاوضات اللي استضافتها مصر القاهرة، 48 ساعة من العمل المضني الشاق لتقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى هدنة توقف هذه الحرب وتوقف هذه الدماء. من حوالي ساعة غادر وفد حماس، أعلن أيضا عن مغادرة وفد إسرائيل، وما زالت النقاط الخلافية موجودة، وما زال المفاوض المصري والوسطاء يعملون على مدار الساعة لتقريب وجهات النظر. تقريب وجهات النظر في لحظة كل الاحتمالات فيها واردة، وكل الاحتمالات أيضا مفتوحة. مش أنا اللي هتكلم، ضيفنا الكريم اللي منورنا النهاردة هو اللي هيشرح لنا رؤيته للحظة الراهنة. منور كلام في السياسة يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أنا هبتدي من حيث انتهت كتاباتك، مقالك خمسة وجوه لحرب غزة الخامسة. مقال ده حضرتك وضحت ازاي المشهد او الصراع الراهن مركب وليه ابعاد كتير. لو نبدا نشرح للساده المشاهدين وكمان ضيوفنا اللي منورينا في استوديو كلام في السياسه الزملاء الصحفيين واللي هننتظر اسئلتهم في نهايه الحوار، طبيعه هذا الصراع المركب. هو زي ما انت قلت انه مركب، معنى مركب انه متداخله فيه عناصر كتيره. يعني التاريخ كده بيتدخل فيها حاجات على مستوى العالم، وحاجات على مستوى الإقليم، وحاجات على مستوى الدول المتشاحنة أو المتصارعة. بيدخل فيها آليات اللحظة، الموقف نفسه، ودايما هتلاقي فيه عندك قوة للتسخين وقوة بتحاول تبرد، يعني أو في ساخن وبارد في مثل هذه المواقف. النموذج اللي عندنا مختلف شوية عن نموذج حرب أوكرانيا. حرب أوكرانيا كانت في طرف يعني عمل حشود، فالناس توقعت انه هيهجم على أوكرانيا، فقال لا انا مش ههجم خالص. امريكا نشرت الخطط الروسية، وبعدين الروس برضو انكروا، وبعدين دخل. فانت عندك طرف روسي، جزء صراع على مستوى القمة ما بين تحالف الأطلنطي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا. الوضع عندنا بقى مركب بشكل مختلف خالص. عندنا زي كده شرائح يعني فوق بعضها. حضرتك قلت الوجه الاول، فانت الوجه الاول اللي عندك في امريكا وايران. وايران يعني ده يعني في اللحظه اللي فيها جزء شويه وجودي، مش وجودي بمعنى وجود الدوله من عدمه، وانما وجودي ان ايران بتعتبر المنطقه دي بتاعتها، وبالذات موضوع الخليج. يعني منطقه الخليج الفارسي هو المنطقة اللي النظام الإيراني يعتقد إنه هو جزء من المظلة بتاعته والظل بتاعه. الولايات المتحدة الأمريكية هنا النفط، وبالتالي النفط سلعة عالمية، والولايات المتحدة دولة نفطية صحيح، لكن هي مسؤولة مرتكزات سياستها في الشرق الأوسط كمان، مسؤولة عن مش بس مرتكزات إنها بتاخدها، إنه التجارة العالمية لا تقوم ولا تصلح إلا إذا كان في طاقة، والطاقة لا تقوم إلا إذا كان في بترول. فإذا المنطقة دي مهمة، إلى جانب طبعا أمور تاريخية، يعني العلاقات السعودية الأمريكية من سنة 45، الحرب اللي خاضتها أمريكا في العراق. عندك الإقليم ده مهم، وطبعا عندك مرتبط بالشرق الأدنى أو منطقة الشام ومصر. طيب
خلينا في الوجه الأول للحرب. فهو يعني الوجه الأول للحرب أمريكا إيران. إيران القضية الأساسية اللي فيه أن الولايات المتحدة لا تريد، أو يعني موضوع خط أحمر زي ما بيقولوا، أنه إيران لا تمتلك سلاح نووي. طيب عندما إيران مقابل حكاية يعني ما عصلجتش في القصة دي قوي، لأن كانت لسه ما وصلتش للعلم والتكنولوجيا اللي وصلها لدي. فقال لك طيب أوكي نوقف موضوع السلاح النووي مقابل أن أمريكا ترفع كل العقوبات اللي هي موجودة على إيران. طيب ناخد مجريات الصراع الأمريكي الإيراني في مجريات الأحداث اللي جرت من 7 أكتوبر للنهاردة. هو ده بقى كان في زي ما يقال، مش هنقول يقال، بس زي ما ممكن الواحد يرصد حتى بالسلوك، سواء السلوك الإيراني أو السلوك الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدخلت كثيرا لضبط إيقاع هذا الصراع، وظهر ذلك في السجال الإسرائيلي الإيراني، ثم أعلن أن هذه العملية تم إدارتها بالكامل من قبل البنتاغون. ده شق. الشق الآخر أن أذرع إيران في المنطقة لا تتحرك إلا عندما يكون الخطر نحو إيران، ولا تتحرك بخصوص غزة على الإطلاق. حتى بعثة إيران في الأمم المتحدة في ليلة أو عشية الرد الإيراني لم تذكر غزة في جملة مفيدة. يعني اللي أنا شايفه انه حكاية انه الموضوع ادير بواسطة الولايات المتحدة فكرة يعني لا اتفق معها. انما احنا عندنا موضوع النووي رتب سياسة دفاعية ايرانية قايمة على اللي بيسموها الدفاع المتقدم. انك انت ايران لا تريد ان تدخل حرب. ايران بلد زي مصر، بلد حضارة قديمة، دولة يعني في شاه في ملة، يعني دولة. تاني حاجة يعني معناها ان عندها دفاع وعندها أجهزة مخابرات وعندها يعني في نضج معين للدولة الإيرانية. الدولة الإيرانية عايزة انها تعمل، عارفة ان الولايات المتحدة دولة قوية وان علاقتها بإسرائيل علاقة عضوية، فهي علشان تحمي نفسها بدأت منذ فترة استغلت الحرب العراقية في انها تبتدي تبقى معاها قوات الحشد الشعبي بعد انسحاب الامريكي، ثم بعد كده موضوع حزب الله متبنيه من A to Z زي ما بيقولوا، حماس نفس المساله، والجهاد الاسلامي معاها اللي هي موجوده في فلسطين، والحوثيين في اليمن. في محاولات تانية لاستخدام مساله الشيعه احيانا او آل البيت، في حاجات كتيره، بس دول العمد الكبيره اللي لدى ده. خلى الإيران قدرة على الابتزاز، يعني الابتزاز الحرب الأهلية السورية مثلا، الموقف السياسي داخل لبنان، الترتيبات داخل الدولة العراقية، إن اليمن تبقى 3 يمينات، يعني في كذا يمن موجودة، الحكومة الشرعية وحوثي، والضغط على دول عربية بأنها تبقى محاطة بالميليشيات. فهي ده اللي جهزته إيران لهذه الموقف اللي احنا فيه النهاردة. ايه اللي سبق الموقف اللي احنا فيه النهاردة؟ انه انا رأيي من ساعة الربيع العربي ومن ده الوجه الثاني بقى اللي هو 2015 ظهور الدول الإصلاحية في المنطقة. انت حضرتك جيت في الوجه الثاني لهذا الصراع، نجم عما سمي بالربيع العربي 2010-2013 بالضبط. يعني هو طبعا لما بقول وجه مش معناها حاجات منفصلة، هنا بقى التعقيد والتركيب والتداخل، ان بقى عندك حوالي 9 دول عربية عندها مشروع إصلاحي واضح يتسمى باسم رؤية، عارف رؤية 2030 عندنا، 2030 في السعودية، 35 في الكويت، 45 في عمان، كل دولة على حسب ظروفها، لكن عندها مشروع إصلاحي قايم على انه ان احنا مش شغلتنا في الحياة هي الحرب، هي شغلتنا هي البناء، استقرار وتنمية وسلام، وتنمية، وبالتالي بتحتاج سلام، بتحتاج استقرار اقليمي. الاضافة اللي جت فيه ان السعودية بعد في اعقاب حرب اليمن يعني
لغاية ما حصل وقف إطلاق النار. السعودية بقى جزء أساسي من استراتيجيتها إنها واحد تساهم في عملية استقرار الإقليمي، وبالتالي إنها تدخل مع إسرائيل في عملية تطبيع مقابل إن يبقى عندنا دولة فلسطينية. المسار ده اتعطل بمجريات 7 أكتوبر. المسار ده في جانب آخر، وهو إن الولايات المتحدة، إن السعودية تاخد تأمين مباشر من الولايات المتحدة، موقع عليه على طريقة كوريا واليابان والدول اللي هي خارج أوروبا. الاتفاق ده كان ابتدى ينضج جدا في الساحة، وكان بالنسبة لإيران أنه منذر باستراتيجيك شيفت، بتحول استراتيجي. كان هو حديث الصحافة العالمية كلها قبل 7 أكتوبر. وبعدين الحديث اللي كان عمله ولي العهد السعودي في فوكس نيوز اللي هي الأمريكية، وقال إحنا قريبين جدا من الاتفاق. هنا بقى بالضبط اللي هو اتعمل ده، أنك أنت تعمل ديسربشن، تعمل ارتباك في الموقف الإقليمي كله عن طريق هجوم 7 أكتوبر. 7 أكتوبر كان موضوع ده الحمساويين يروه، يعني هيحط القضية الفلسطينية، يعني خلاص بقى، يعني هيبقى في مسار حل ليها، وبالتالي ان احنا مش عايزين تسوية نهائية، مش عايزين تسوية نهائية. حماس بالذات، مش السلطة الوطنية الفلسطينية. فمن ثم كان حادث 7 أكتوبر بالطريقة دي، ولازم نسلم إنه كان عملية عسكرية ناجحة ذكية، يعني وجعت الجانب الإسرائيلي، وبالفعل يعني هزت بقوة شديدة الحكم في إسرائيل، وهزت كمان نظرية الردع الخاصة يعني الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. حضرتك قلت في الوجه الثاني، عفوا للمقاطعة، فكرة تقويض المشاريع الوطنية للدول بمشروع الإسلام السياسي في المنطقة. ما هو كان يعني أنا عايز أعيد كل الكلام، إنك أنت عندك الوجهين دول فعلا متلبسين مع بعض، لأنك أنت حصل الاستقطاب. هو مين النموذج بتاع الجمعيات اللي هي الأحزاب السياسية أو العسكرية، الميليشيات ذات الطابع الديني الراديكالي؟ هو إيران. يعني لما عملوا عندنا دستور 2012، عملوه زي الدستور الإيراني، إنك يبقى عندك هيئة شرعية تقرر كل شيء للأجهزة التشريعية الموجودة في البلد. ده كيف توجد دولة دينية؟ فهي المثال الحقيقي كده كان إيران. هو إيران مش بس ضم الميليشيات، لكن عندها جسور مع الإخوان المسلمين، عندها جسور مع تنظيمات حتى في باكستان وأفغانستان اللي هي الدول القريبة. فالكعبة هنا بالنسبة للحركات دي كلها هي إيران. وبالتالي هي إزاي إنك أنت عايز تعمل disruption، تعمل كسر الموضوع، اتفاق هيعمل تحول استراتيجي كبير إلى أنه يبقى مجذوب بقضية تلقى تعاطفا من سكان هذه المنطقة. ولا استبعد ان جزء فيها انك انت ما انتش عايز، يعني ما هو ايران بتطل على الخليج، وبتشوف دبي، وبتشوف ابو ظبي، وبتشوف قطر، بتشوف الدول دي كيف انها يعني بتمثل بديل فكري وتنظيمي وتنموي مختلف عن اللي ماشي في المشروع فيه. امام المشروع امام المشروع الديني اللي هو يعني ما بيعملش كتير يعني. فالنتيجه ان احنا ابتدينا يعني مع هذا الديسربشن يبقى عندنا عمليه لها الاليات والميكانيكا الخاصه بيها، يعني اللي احنا شفناها. لانه هنا دخلت بقى العمليه بتاعت ان الاسرائيليين دخلوا، ودخلوا بقسوه جامده، مشهد انساني مروع. بتبتدي احيانا تسقط ان في الموضوع اصله نووي، واصله في ايران، واصله كذا. بقت القضيه تعارض مشاريع اصلاحيه امام مشروع اسلام سياسي. وبعدين يبقى عندك بقى دلوقتي قضيه انسانيه مرعبه يعني. طيب قبل ما نروح للقضيه الانسانيه، الوجه الثالث اللي هو أصل بقى الصراع إذا جاز التعبير، ما بين حضرتك قلت انفجار التناقض أو بلغ التناقض ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين.
هو الـ 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 التناقض الفلسطيني الإسرائيلي طبعا قديم من من يعني هنا قضية إيه، إحنا الخناقة بدأت إمتى؟ 7 أكتوبر، ولا دي موجودة من زمان قوي يعني قبل 7 أكتوبر بكتير، قبل 48، فهو موجود تقدر تحسبها من 1897 لما هرسل قال دولة يهودية، أو احسبها من 48 مع إنشاء الدولة الإسرائيلية. فأنت بقى عندك دلوقتي في مرحلة دي إنه نقدر نقول خطة إسرائيلية مرتبطة ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، إن هو يعمق الانقسام الفلسطيني اللي بدأ بقوة شديدة في عام 2007 2006 بمجرد ما إن حماس فازت في الانتخابات الفلسطينية، الانقلاب على السلطة، راحت منقلبة على السلطة الفلسطينية بالقوة المسلحة، يعني ده كان عملية قتل لعناصر فتح اللي موجودة في غزة، محاولة تدمير الجهاز الإداري المرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، وده تم بشكل مستقر. يعني إن إسرائيل بقت هي الجسر اللي كانت فيه قطر بتقدم تمويل لقطاع غزة متوسطه حوالي 50 مليون دولار شهريا، وطبعا امداد بالكهرباء والميه وتوسيع نطاق صيد السمك في البحر الابيض المتوسط، غاز، كل الحاجات اللي كمان تدي لحماس او للسلطه. هي شافت بقى انه الجماعه الدعم كان بيروح لحماس، دعم بيروح اساسا لحماس، انه يخلي عدد من الغزاوية، لانه الضفة الغربية بتقدم حوالي 150 الف عامل لاسرائيل، يعني كل يوم الصبح بيروحوا اعمال في اسرائيل من الضفة الغربية. فعلى سبيل يعني انه بالمقابل فهم كان في اتفاق ب 18 وصلوا ل 23 الف. في كلام ان جزء من بتوع 23 الف دول كانوا بيشتغلوا شغل مخابراتي داخل اسرائيل، وان هم اللي حددوا نقاط الهجوم الخاصة في غلاف غزة. هل ده جزء من مسألة ان الجناح السياسي في اسرائيل بيرمي الفشل على الجناح العسكري، والجناح العسكري في اسرائيل بيرمي الفشل على الجناح السياسي؟ وارد، يعني انت بقى في حاجات هيكشفها التاريخ، يعني انما انا بقول الكلام دوت يعني انه الاسرائيليين نفسهم قالوا انه بعض هؤلاء اللي هم دخلوا للعمل داخل اسرائيل حرصوا انه يبقوا في منطقه غلاف غزه، وان هم كانوا يعني عندهم بعض شهادات ان هم شافوها. كانت الفكره اصلا انك انت بتجيب ناس تشتغل وبعدين بتحول فلوس الى الداخل الغزاوي. فاحنا عندنا هنا وصلنا الى نقطة كانت فيها يعني يبقى في قطيع، واحنا لغاية دلوقتي احد الالغاز الكبيرة للوضع المركب والمعقد اللي احنا فيه، طب نعمل ايه؟ ازاي نلم الشمل الفلسطيني تاني؟ يعني احد الالغاز الكبيرة دلوقتي للتعامل مع الازمة اللي هو احد فيها، هو احد الالغاز واحد اسباب التعقيدات الان ايضا، يعني يعني فهو يعني القضية هنا، لانه كمان حصل عملية في رأيي قولبة لقطاع غزة. يعني قطاع غزة دخل الى تفاكر حكاية النقاب واللي هي التقاليد شوية القريبة من القاعدة وداعش، هو مسار أي سلطة تهيمن على الأرض بمرجعية من دينية، بمرجعية دينية راديكالية ده كان المسار اللي عمله نتنياهو. ولذلك نتنياهو الآن مرتبك جدا إيه اللي يعمله، لأنه في دعاوي عليه أنه يفصح مكتبه، يفصح عن دفعات وشيكات نقل الفلوس اللي جاية إلى 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 حماس. هو يعني يتمنى أنه يعني يتنسي هذا الجزء من تاريخ. قبل ما أروح للوجه الرابع في الجزئية دي، نتنياهو يقول أو إسرائيل تقول أن هذه الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء التام على حماس. في المقابل حماس تتحدث عن أنها ما زالت محتفظة بقدرتها وأنها قادرة على الصمود وما إلى ذلك. حضرتك شايف تصريحات الطرفين إزاي؟ لأن احنا أمام دلوقتي أمام مفاوض مصري
بيحاول يفرض واقع واضح ان اطراف الصراع عايزين هذا الصراع يستمر. انا رايي ان هما الاثنين عايزين يستمروا، وده احد العقبات الرئيسيه، من لانه لا يزال كلا الطرفين يعتقد انه ممكن يحقق نصر. يعني اذا كنا نتعلم في حاجه من تاريخ هذه الصراعات انه غير قابل لفكره نصر نهائي، يعني على طريقه الحرب العالميه نصر الكاسح ده يعني. الكاسح. وان الاسرائيليين كانوا مغرورين جدا، واحنا في حاجات لغايه دلوقتي يعني ما نعرفهاش، يعني في جزء غامض جدا في الموضوع. كم التسليح اللي استخدمته حماس في يوم 7 اكتوبر وفيما بعد ذلك مدهش الى الدرجه اللي علينا لازم نسال هم دخلت الكلام ده ازاي. حماس قالت كنا بنشتري من اسرائيل. لا دي صواريخ يعني معرفش برضو، جايز لو شفنا حطام هذه الصواريخ نقدر نعرف هي جايه منين. انا تقديري انها جايه من ايران. يعني طبيعة التسليح طبيعة التسليح، لانه انت ما بتعملش افراط كده لو انت عندك السلاح ده امريكاني. انت الصاروخ الامريكاني بمليون دولار، انما ما تعمل حاجة فيها 500 دولار ممكن تعمل 1000 صاروخ. صحيح. فيقول لك الرشقة ب 400 صاروخ بكذا، لانه صواريخ ما هياش مكلفة لكن قادرة على احداث تدمير. بتربك النظام الخاص بالقبة الحديدية. لكن ازاي اتعملت بقى؟ ازاي اتجمعت؟ ازاي دخلت الورش اذا كان صحيح؟ يعني الانفاق اللي دخلوها الاسرائيليين بعد كده قال لك في حتت ورش، بس الورش يعني اللي يعمل العمليه دي محتاجه شبه مصانع. كيف دخلت؟ كيف هربت؟ كيف جرت الصيانه بتاعتها؟ كل دي اسئله هتظل معلقه يعني لغايه ما يعني التاريخ يسمح بالافصاح عنها. لكن المهم اللي عايز اقوله انه اسرائيل مصممه على انها تعمل هذا، لانه توازن القوى شديد لصالح اسرائيل. نفس الحكايه حماس. حماس نجحت لغايه دلوقتي بعد 7 اشهر. حماس الداخل ولا حماس الخارج؟ انا بتكلم الخارج، دول ما لهمش حاجه. يعني الذي يحكم اثناء المفاوضات والوساطه كانت بتتعطل لمده اسبوع عشان يتصلوا بالسنوار. السنوار هو الماستر مايند بتاع الموضوع ده، وهو الـ يعني اشتغل على التخطيط بتاعه. وهل كان بقى فيه خبراء ايرانيين؟ الحاجات دي برضو من الحاجات اللي لازم نعرف عنها. لكن الايرانيين كانوا عارفين، وحزب الله كان عارف انه في عمليه ما ده مش ده لازم تقدير بالتفاصيل. ده تقدير حضرتك ولا حضرتك لديك معلومات؟ لا تقدير. تقدير ان هم كانوا عارفين. تقدير يعني انا الطريقه بس كل ادعى المفاجاه في البدايه. التقدير ما هو ممكن انت تبقى عارف انك انت ان احنا هنحارب اسرائيل ضروري يا يم، يعني بعد 67 ان احنا هنحاربها يعني. امتى بقى دي حاجه تبقى مفاجاه؟ ساعه ما بيحصل يعني اذا تحرش بنا متحرش لا نؤثر السلامه يعني. فهو بيحصل انك انت يعني بيبقى في مفاجاه في التوقيت، مفاجاه في كفاءه استخدام السلاح، مفاجاه ساعات انه الطرف اللي استخدم ضده السلاح يعني اللي بيقول لك ان هو يعني ظبط وهو يعني بيصطاله. يعني في فرق بين نسق الدول في المواجهات ونسق الميليشيات المسلحه، وده يمكن ظهر في الصراع ده، وحضرتك صنفته في الوجه الرابع لهذه الحرب، مسار الحرب نفسها والكارثة الإنسانية اللي يمكن تعتبر هي الأكبر في هذا العصر. وهنا أنت عندك دولة وكيان ثاني يعني سياسي قوامه ميليشيا في الأساس وحزب راديكالي ديني. يعني أنت عامل بالظبط زي اللي حصل في أفغانستان، انك انت دولة عظمى، دولة بقى دولة بفرق ومخابرات ومش عارف ايه، مقابل برضو كيان بعد ما سقطت طالبان بقت قاعدة في اقاليم اللي هي فيها الاساس البشتون العرقي بتاع طالبان، وقعدت تتخانق مع امريكا 20 سنة. ما ده الموديل. ما هو ده الموديل. ما هو الموديل ده ابتعد بينا عن القضية نفسها، ان هي قضية دولة تم احتلالها وشعب تم تهجيره وليه حقوقه. ده الـ 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 القضية ضايعة في الموضوع ده. أنا عايز القضية أقول الفلسطينية. أنا دايما أقول إن في حاجة اسمها القضية، في حاجة اسمها الشعب الفلسطيني، في حاجة اسمها الفلسطينيين. يعني القضية واضحة، قضية تنتمي للعصر الاستعماري اللي بيبقى فيه عملية
أقل يعني سيطرة وهيمنة على إقليم بعينه لصالح قوى أجنبية. القوى الأجنبية إما بتيجي بنفسها وتمشي إذا حصل نضال، أو إنها بتستوطن وتقعد. والاستيطان حصل في أمريكا، الاستيطان حصل في الجزائر في فترة من الفترات، استيطان الصينيين في سنغافورة، واستيطان اليهود في فلسطين. يعني عندنا هذا النموذج في التاريخ، يعني عصر الفترة الاستعمارية. يعني العصر الشعب الفلسطيني هنا بقى ده الحقيقة الوحيدة الأساسية اللي نجح الفلسطينيين ان هم يخلوها موجودة ومتوازنة مع، يعني انت عندك بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط حوالي 14 مليون نسمة، عبارة عن 7 فلسطينيين و7 يهود. فأنت عندك تكافؤ سكاني وديموغرافي. يعني أنا كثيرا ما أقول إحنا دايما بنحارب إسرائيل أو الحروب اللي جرت مع إسرائيل على أساس الجغرافيا، بينما الديموغرافيا عامل مهم جدا، انتقال سكان أو بقاء سكان في هذه الحالة. يعني ما أقدرش تخادع هنا، في كتابات أمريكية ظهرت في هذا السياق، وفي كتابات إسرائيلية أيضا ظهرت في هذا السياق في مسألة التوازن بتاع الجغرافيا السكانية والغلبة هتبقى لمين بعد 20 سنة من النهاردة، وتبعات ده على لب الصراع نفسه. هو ده جي في وقت بصيغتين. الصيغة الأولانية بدأ أنه شيء خير، أنه عندك كتلة سكانية موجودة وعندها عملة واحدة اللي هي الشيكل، وهما الضفة الغربية وغزة معتمدين على المواني الإسرائيلية علشان تيجي التجارة بتاعتهم وحتى تصدير الزراعة اللي طالعة من عندهم، وإن ده ممكن يمهد لدولة واحدة. يعني ده كلام مكتب عليه كتير جدا. يعني الكلام ده عمل فزع في الجانب بقى الراديكالي للحركة الصهيونية، اللي هو الجانب اللي ابتدى يحصل عنده يكون الإخوان المسلمين بتوعه، يعني الإخوان اليهود بتوعه. هو تطرف على على يعني الناحية الأخرى، على الناحية الأخرى أو تطرف يميني. حصل نوع من الاندماج بينه وبين اليمين الديني المتطرف، اللي هو لا عايز يبقى فيه الأرض دي إكسكلوسيف من غير السكان دول، وابتدى يبقى فيه خطط بقى إزاي حنمشيهم يا حنرشيهم يا إلى آخره. بس هي يمكن المشكلة الآن الأكبر يعني في الجانب الإسرائيلي، إن التطرف مش تطرف مجموعة سياسية أو فريق سياسي أو حزب يميني، احنا بنتكلم على تطرف بقى تطرف مجتمع. يعني حتى مفيش أصوات معتدلة كثيرة، يعني المقاربة ما بين المتطرف والأكثر تطرفا الآن في إسرائيل مش بالظبط. يعني أنا رأيي طبعا الشوك لما بيحصل حادثة زي 7 أكتوبر وبالنسبة للإسرائيليين دائما عندهم الشبح بتاع المحرقة موجود في الذاكرة بتاعتهم، بيخلق هم استغلوه الأيام اللي فاتت في الإعلام العالمي. إنما أنا أتصور إنه في يعني للأسف الشديد ما عندناش دراسات كثيرة الآن على التوازن، بس أنا أعتقد إنه لا في كثيرين من مثلا أهالي الأسرى اللي بيقول لك لأن دول أصحاب مصلحة مباشرة، لأن دول أصحاب مصلحة مباشرة. إنما ما تشوف كتابات في هارتس بعضها في يدعوت أحرنوت، بعضها بتلاقيها في دراسات نشرت وحاجات زي كده، وفيها حاجات أكثر تطرفا من كل ده. يعني إنما أرى إن دي زاوية ما اشتغلناش عليها كويس، انه ودي اسلوب ساداتي اللي هو تسكيت جناح معتدل في الداخل، ان احنا نتكلم عن الاختيار بتاعنا اللي هو اختيار الاستقرار الاقليمي. يعني ان احنا نقول والله يا اسرائيليين انتوا عملنا معاهم سلام بقى لنا 45 سنه دلوقتي او اكتر، ولا بقى لنا دي يعني قربنا من 79 لا من 79 43 دلوقتي، ايوه 43 سنه لا 44 سنه، وفي سلام بينها وبين الاردن، وفي سلام بينها وبين 6 دول عربيه اخرى، وفي دول عربيه جاهزه لعمليه التطبيع مع اسرائيل. احنا بنقدم خيار.
استقرار إقليمي على ذكر يتطلب، أنا بس هنا عشان أغذي الاستراتيجية بتاعتي عشان أحقق اللي أنا عايزه، اللي أنا عايزه دولة فلسطينية، عشان يبقى واضح يعني، عشان أعمل الدولة الفلسطينية هتبقى جنب جنب مع الدولة الإسرائيلية. لو احنا عملناها على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي لن يختلف الامر كثيرا، هنلاقي نفسنا تطرف هنا وتطرف هناك، يبقى في حرب سادسه وحرب سابعه وحرب. هو ده اللي حضرتك وصلت له في الوجه الخامس، اللي هو الوجه الخامس ده كان تركيزه على التعامل مع كل الوجوه الاربعه السابقه ومحاوله تجاوزها من خلال العمليه التفاوضيه اللي بتسعى لتحقيق هدنه قصيره المدى او طويله المدى تحقق سلاما. طيب اكيد حضرتك تابعت الحوار بتاع الرئيس الامريكي بايدن امبارح. الازمه دي او هذه الحرب جايه في عام انتخابي، وعام انتخابي شرس في الولايات المتحده. ما زال الداخل الامريكي يعاني من الانقسام اللي كان موجود من 4 سنين، ويمكن يشتد كمان مع وطئه الوضع الاقتصادي في الولايات المتحده. شفت تصريحات بايدن ازاي في حواره مع CNN، حديثه عن انه مش هيقدر يسلح اسرائيل اذا تجاوزت في عملية رفح، حديثه عن اهمية العلاقة مع مصر بالنسبة للولايات المتحدة، وانه من الصعب التضحية بهذه العلاقة اذا جاز التعبير يعني. هي الحكاية أكبر من كده شوية يعني. هو طبعا بايدن حاليا بالمناسبة الاقتصاد الأمريكي في أزهى عصوره دلوقتي، والتضخم هم نازل. سيطروا على التضخم، سيطروا على التضخم، وبعدين الجي دي بي الأمريكي النهاردة 28 تريليون دولار بعد ما كان الرقم الشائع 23. ففي الاقتصاد الأمريكي بينتعش في المرحلة دي نتيجة برامج اللي هي البنية الأساسية اللي عملها بايدن برضو يعني. انت بتبقى تعمل انجكشن في الاقتصاد حجم كبير جدا من المصروفات، الاغلب هو على الطلب على الدولار، 3 سنين متتاليه بيعلي الطلب فيه على الدولار يعني. بالظبط كده. فانت هو يعني بايدن دلوقتي عايز طبعا يكسب الانتخابات زي اي سياسي امريكي، وهو سياسي مخضرم، انما هو شايف انه الازمه دائما فيها فرصه، والفرصة اللي في ذهنه اللي هو إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط مرة أخرى. كيف؟ واحد يعني هيكون إزاي نجعل المشروع اللي هو بدأ قبل الأحداث دي ينجح، يبقى عندنا نوع من المبادلة ما بين التطبيع والدولة الفلسطينية. يعني الإسرائيليين يعني لاحظ أنه أقطاب الحزب الديمقراطي اللي هم قريبين من بايدن هم اللي طلعوا وطالبوا إسرائيل أنها تغير الحكومة. 57 نائب يعني اللي هم أنك تغير الحكومة، بيلوسي لما تطلع تقول كده أو غيره، ابتدت الفكرة. وده فكرة أنا بقول دايما في علاقة عضوية بين أمريكا وروسيا، عضوية بشكلها إيه؟ أمريكا وإسرائيل. إسرائيل إسرائيل عندها قدرة على التأثير داخل السياسة الأمريكية، والعكس أيضا صحيح، أن أمريكا تستطيع أن تؤثر داخل السياسة الإسرائيلية. بس في العام الانتخابي في العام الانتخابي تفرق. ده بيضيف عنصر تاني للاهتمام يعني. انت ممكن جدا تشتغل على كذا تاسك يعني. انه هو عايز يقول كمان، خاصة في شيء عين بايدن، المظاهرات بتاعت الطلب بالظبط، اللي هي خلقت جو جديد جدا غير معروف. يعني عشت في امريكا 5 سنين ايام الدراسه وكده يعني. ففيها كنا لما بيبقى في حدث وتبقى في تجمع مظاهره يعني 15 واحد بتاع لا يعني دلوقتي ما هو الاعداد بقت كثيفه. ما هو فكره حتى مقاربه السلام لم تنقذ كارتر في الانتخابات. والله لو انت عملت كده انك انت مش هتعملها بطريقه مختلفه المره دي. لاحظ ان هو كمان ممكن الجماعه بتوع ديربن اللي هم فيهم عرب ومسلمين وكده بتوع ميتشيغان، ودي ولايه طبعا حيويه فيها كتله وكتله تصويتيه يعني 1% ولا حاجه، لكن مؤثره، لانه ميتشيغان دي كسبها بايدن في الانتخابات اللي فاتت ب 7000 صوت، فتفرق يعني. أو إنهم يتشددوا يعني. عندك موقف متشدد من إن بايدن ده راجل هو ساهم في عملية القتل والمذابح التي جرت، فإحنا مش هنصوت. ما هنا
وحضرتك على دراية بتركيبة الحزبين أو التركيبة المؤيدة للحزبين. يعني احنا امام النهارده ترامب بالمناسبه اتنشر له مقطع بيعلق على بايدن، هو طبعا بيغالي في الناحيه الاخرى. يعني الجمهوريين الكتله بتاعتهم واضحه الى حد كبير، البعد الديني حاضر في هذه الكتله، او البعد المحافظ حاضر في هذه الكتله. في المقابل الديمقراطيين في اكتر من كتله هما بيخاطبوهم. النهارده بايدن هيرضي مين؟ هل هيرضي المهاجرين اللي منهم العرب والمسلمين، ولا هيرضي اليهود واللوبي الاسرائيلي، ولا هيرضي الديمقراطيين اللي هما بيتمسكوا بمبادئ الحريه والعداله وحقوق الانسان؟ ما هو ده المأزق اللي فيه بايدن. لا هو مش مأزق، هو السياسه الامريكيه كده، انت بتحاول ترضي الجميع. ودي بقى يعني ليه ان الواحد بيبقى معاه ستاف وناس بتفهم وتعمل. موضوع التشابك ده مش مولود النهارده، ده موجود منذ قيام الدوله الامريكيه. فكل رئيس دخل انتخابات في تاريخ امريكا بيبقى عنده حرب وعنده ناس معاه وناس ضده وناس متدينين وناس غير متدينين خالص وناس كبار في السن وناس صغير. كل ده الاستراتيجيه الكبيره اللي بتتعمل بتبقى بهدفها يعني ازاي تجذب كل هؤلاء، ازاي تعمل التركيبه بتاعت الموضوع دوت في الكلام. من هنا الحاجات اللي احنا بنشوفها كتناقض، ان هو بيدي اسرائيل سلاح كتير ويقول احنا العلاقه مع اسرائيل ايرون كلاد، يعني يعني حاجه يعني لا يمكن فصمها. وفي الوقت نفسه يقول لهم لا انتوا ما تخشش رفح الا ما توريني الخطط اللي انت هتعملها. صحيح. لكذا. ده كلام على فكره الاسرائيليين مش متعودين عليه. انت ظاهر يعني النهارده يعني في الغلاف بتاع نيويورك بوست، فهو بين الغلاف خيانه. فهو الاسرائيليين متعودين ان هم اولا يحاربوا لوحدهم. المرة دي حصلت معارك، يعني يوم حرب العراق تحرير الكويت وكده، العراق عمل صواريخ على إسرائيل وعمل صواريخ على الرياض برضو في نفس الوقت. فهو عمل صواريخه على إسرائيل. أيامها كان عرضوا ان هم يقدموا صواريخ باتريوت عشان تدافع عن اسرائيل مع اطقم، كان موضوع باتريوت لسه جديد على المنطقه، فبالتالي مش عايزه تسرب اسراره العسكريه امريكا انه يبقى باطقم امريكي. اسرائيليين رفضوا في الاول واجبرهم على انهم ياخدوه الامريكان علشان يبقى هم اللي في الوقت ده اعتبر ده يعني وصمه عار بالنسبه لاسرائيل ان امريكا تيجي تدافع عنه. اليهود يدافعوا عن نفسهم، ده القاعده الاساسيه. دلوقتي لا، ده انت الاسطول الامريكي في البحر الابيض المتوسط صد 70% من المسيرات والصواريخ بتاعه ايران اللي جايه في اتجاه اسرائيل. ودي فائدة البروفا اللي حصلت في هذا المشهد، يعني انه اسرائيل زاد اعتمادها على اسرائيل على امريكا. وبالتالي وخاصة ان في الاول الازمة خدوا 14 مليار، دلوقتي هياخدوا 26 مليار تانيين، يعني بقوا راس براس مع اوكرانيا اللي هي من ناحية الاستراتيجية الكونية يعني اكثر اهمية من اسرائيل. بتشوف ازاي دون ذكر اسماء يعني؟ إنما بعض الأصوات اللي بتقحم مصر وكأن مصر طرف في هذه الحرب، وكأن مصر جزء رئيسي في هذه الحرب، وتدفع مصر بشكل أو بآخر أن تكون طرف في هذه الحرب، ويقول لك انهي كام ديفيد وانهي اتفاقية السلام، ويزايدوا في هذا يعني المسار. يعني هو احنا ناس شوية يمكن عاطفيين شوية، فاحنا في بداية الـ يعني في اكتوبر ونوفمبر كانت المشاعر مرهفة جدا في مصر، وكانت الكلمات ايضا مرهفة للغاية، لانه الوضع الانساني والمذابح اللي قدامنا بتحرك حاجات كتير. للأسف إن هذا الانطباع اللي اتعمل وخلق حالة بقى من المزايدة، يعني يعني والله أنت لو قلبك قوي طب ما تسحب السفير، طب ما تلغي المعاهدة. لا، الحاجات اللي هم عايزين يعملوها إنه مشروع الإصلاح ومشروع الوطني المصري يتم تقويضه، يتم تقويضه ولا 20 30 بقى ولا فترة الرئاسة الجديدة. لخدمة من؟
لخدمة المشروع بتاعهم. المشروع بتاعهم ما كانش فيه مشروع أصلا، ما فيش مشروع يتبني، في مشروع لتغيير النساء، مشروع لتغيير النظام التعليم، مشروع يعني مشروع ازاي تتعامل مع القضية الكبرى بتاعتهم اللي هي موضوع الخلافة. في عشرات الحاجات اللي هي مهتمين بيها واللي بيتكلموا عليها في أجهزة الإعلام بتاعتهم، واللي هي يعني لهم مرتكزات حقيقية في مصر، المدرسة السلفية كلها في مصر. ما بيلفتش نظر حضرتك تلاقي خطاب بعض المحسوبين على التيار القومي مع خطاب المحسوبين على تيار الإسلام السياسي، سواء كان إسلام سياسي سني أو إسلام سياسي شيعي؟ لا، ما يعني ده أنا ملاحظه من زمان، يعني ساعات لما انت تعجز انك انت ايه ما تقابلناش ساعتها يا دكتور عشان اسالك. لا انا بقولك يعني من زمان حاصل اللقاء دوت، انه هو لو بيبقى عاجز على الحصول على السلطة بيبقى عايز يعمل واجهة. وده اللي حصل ايام يناير 11، انك انت عايز واجهة ما هياش مفضوحة، انها الاسلاميين بيستخبوا وراهم يعني. بيستخبوا وراهم، ولغاية دلوقتي برا الليبراليين واليساريين المصريين اللي سافروا امريكا واللي موجودين في لندن وكلام زي كده عاملين هذا، لانه في الاخر بيلاقي هو ما عندوش فلوس، عندك جيش بيلاقي حاضنة تصرف عليه، عندك جنرالات بدون قدرات، وعندك جيش وتنظيم وتمويل وبنوك وحاجات زي كده، بدون عارفة انه كلامها المباشر لا يمكن القبول به مباشرة في مصر. اللحظة الراهنة قبل ما نروح لأسئلة الزملاء، بعد ما أعلن على لسان المصدر المصري المسؤول إن الوفدين غدروا وما زالت النقاط الخلافية، بتقرأ حضرتك احنا دايما مراكز الأبحاث بتتكلم عن اليوم التالي، دلوقتي احنا بنتكلم في اللحظة التالية، يعني فكرة بكرة حتى بقت مستبعدة، بنتكلم يعني ساعات بساعات. يعني أنا هكون صريح معاك، أنا يعني عادة متفائل، لكن في دي أنا متشائم شوية، يعني لأنه الأول أنا ما أعرفش لغاية دلوقتي الوثيقة فيها إيه، يعني عارفين إنه بارامترز بتاعتها، بس إنه في ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، كل واحدة منهم 42 يوم اللي هو ما تم تداوله، اللي هو ما تم تداوله. لكن هنا إيه اللي كسر الموضوع؟ يعني الموضوع ده زي ما تكون انت بتعمل السكيلتون بتاع اللوحه دي، فبتعمل البرج كده خطوط، انما انت لازم سبب التشاؤم الرئيسي عند حضرتك اللي على غير عادتك، يعني ان هو يعني احنا اوريدي دلوقتي الحرب شغاله، التفاعلات على الارض، والتفاعلات على الارض هي دي الخطوره، هو ده مكمن الخطوره. وبعدين انك انت دلوقتي ال 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 الإسرائيليين العسكريين مطالبين إن هم يكتشفوا أربع كتائب حمساوية في رفح ويخلصوا عليهم ويمنعوا الصواريخ بتاعت الحماس من إن هي توصل لعندهم. الموضوع ده هيتضمن قدر كبير جدا من الكوارث الإنسانية. البعض روك خليني بس أكمل النقطة دي، إن هو هيتعمل كوارث إنسانية، هتفاجأ بأنه في تصعيد هيحدث، وده تنبؤ أمريكي، وأنا أعتقد أنه صحيح، أن حزب الله هيبتدي يضرب. ما هو هنا في المايسترو الكبير بتاع جريدة الأخبار اللبنانية المقربة من إيران وحزب الله مهدت لهذا الأمر، يعني عندك المايسترو بتاع القصة دي كلها إيران، يعني بمعنى أنه ده هيضرب، وهتلاقي الحوثيين بيضربوا أكتر، وجاي يصعدوا يبتدوا يقطعوا. تصريحات الحوثيين أيضا النهاردة في نفس المسار، ابتدوا يتكلموا عن ضرب في البحر الأبيض المتوسط، يتكلموا عن موضوع كابلات الواي فاي والإنترنت والحاجات اللي زي كده اللي هي واصلة. في الحقيقة يعني كما لو كان المقصود به الإضرار بمصر، يعني هنا نقطة مهمة. لما قلنا الهدف مصر في بداية الأزمة الناس استغربت، لا الإضرار بمصر موجود، يعني احنا الدولة الوحيدة من الناحية المادية ان هو إضرار بقناة السويس، إضرار بمصر، دي قطعة الغالية بتاعتنا، الدرة في التاج المصري يعني، وخاصة دي أكبر منطقة داخلة على يعني تنموية مصر، واخدة الجناح بتاع الساحل الشمالي والبحر الأحمر وسيناء النهاردة يعني. طيب البعض بيروج جهلا أو عمدا إن مصر طرف في اتفاقية المعابر، وإن أي ما يحدث في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
يعد انتهاكا لاتفاقية السلام مع مصر واتفاقية المعابر اللي هي مصر لم تكن طرفا فيها من الأساس. كان أحمد رجب الله يرحمه يقول الكلام نوعين، كلام فارغ وكلام مليان كلام فارغ، يعني ما لكن ده ناقل ده الكلام الفارغ ليس بفارغ يا دكتور. ده كلام يعني بس مهم نوضح يعني الناس. ده خد بالك يعني طبعا نوضح انه احنا بيننا وبينهم معاهدة السلام. عايز اقول كقاعدة عامة، يبقى ما عندك سلام بين بلدين اما بيبقى في حالة توتر في احد هذين الجانبين التاني بيشعر بالخطر. يعني ده قاعدة عامة لطبيعة الجيوبوليتكس بتاعت الدول في العالم منذ بقى في العالم مقسم الى دول، انك انت عندك حريق فمعناه ان الحريق ممكن يوصلك. هنا بقى القضية انك تروح متفه الحريق دوت انه يبقى معابر والنقطة دي وصلها مصر قفلت المعبر وحاجات من هذا القبيل. يعني مصر عندها التزامات والاتفاقيات موجودة لتنظيم الحاجات دي ولم تقصر في مسؤوليتها على الإطلاق. إطلاق إطلاق. يعني قبل ما أطلع فاصل، يعني انطباع حضرتك إيه بعد ما كنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية ومفاوضات سلام وحل دولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ثم بعد ذلك من 2005-2006 تم اختزال القضية الفلسطينية في قطاع غزة وافتحوا المعبر وقفلوا المعبر، وبعد شوية ثم النهاردة بنتكلم عن رفح. يعني هو طبعا محدش يعني الدروس دي كان نفسي تتقال قبلها. يعني أنا عشت الزمن ده كله من 48 لغاية النهاردة. اللي حصل إنه بعد أوسلو، اللي نسف أوسلو واحنا كنا قاب قوسين او ادنى يعني من دوله فلسطينيه فعلا في الضفه الغربيه وغزه، كان حماس وياها القوبيين والاخوان والكلام ده صفقوا لعمليات انتحاريه قتل فيها 100 اسرائيلي في احد الايام، فانتهى الموضوع لاهداء الانتخابات لنتنياهو، اول وزاره نتنياهو سنه 96. ومع ذلك مصر اشتغلت على ترويض نتنياهو ده ووقع على اتفاقيه اسمها واي ريفر اللي تضيف 13% من المناطق المحتله الى السلطه الوطنيه الفلسطينيه، عمره ما نفذه. انما بعد كده اشتغلنا والدوله المصريه اشتغلت على انه نتنياهو يسقط في الانتخابات. وسقط في الانتخابات وجه وهيسقط في الانتخابات اللي جايه على يعني هنشوف. استاذ حضرتك هنطلع فاصل سريع علشان كمان وقت الحلقه خلاص يعني بيجري، ونستقبل في الفاصل اسئله زملاء. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب أسئلة زملائنا الصحفيين اللي مشرفينا في الاستوديو، الأستاذ محمد متولي، الأستاذ أسامة حمدي، الأستاذ إبراهيم عودة، الأستاذ محمد غنوم، الأستاذ طارق موسى، الأستاذ ريم السبع، معظمها تناولت عناصر كتير تم التطرق ليها في الحوار، لكن في بعد آخر متعلق بمستقبل غزة بعد انتهاء هذه الحرب، ما هذه الحرب إلى نهاية يوما ما أو إلى نهاية في لحظة ما، مصير غزة إيه؟ الوضع في السلطة الفلسطينية إيه؟ وضع حماس داخل القطاع نفسه إيه؟ المخاوف من إسكاء حرب أهلية فلسطينية. أسوأ ما نستطيع أن احنا نعمله أن احنا نجزء القضية قوي، احنا هوصل للنقطة دي. بس أنا عايز أقول التعامل مع الوجوه الخمسة يستدعي تنسيق ذو طبيعة استراتيجية. تنسيق ذو طبيعة استراتيجية بمعنى انه لازم عندنا معسكر كبير مسلح عنده خطط واضحة وعنده اهداف واضحة اسمه معسكر المقاومة والممانعة. هو بيقاومش حاجة، هو بيقاومنا احنا، بيقاوم المشروع اللي احنا بنتكلم عنه لتنمية المنطقة. اذا فالدول اللي هي اصلاحية واللي واصله وتحتاج الاستقرار لابد ان تلتقي وتعمل استراتيجيه للتعامل بقى مع ايران، التعامل مع الميليشيات. انت لا يمكن تعيش في المستقبل وانت بتبني بلدك وكل الدول اللي حواليك فيها ميليشيات.
لان الميليشيات مش محكومه. لا يعني الناس بتزعل قوي تقول لك القانون الدولي فين والمجتمع الدولي فين. الميليشيات لا تعرف اي شيء زي المافيا او زي الحاجات. لكن ده لا يمنع ايضا يا دكتور ان الولايات عفوا الامم المتحده يعني كانت في اختبار فشلت فيه في هذه الازمه. يعني ده قضية لوحدها يعني أنا مش مفاجأ في ده. هي فشلت في فيتنام وفشلت في كل حتة تانية بس يعني هي جزء من الهيكل الدولي anyway. بس نتكلم فيها في موضوع تاني. إنما أنا عايز أركز على النقطة بتاعت كيف تصحح التوازن في المنطقة. عندك معسكر مسلح بيدار بطريقة مركزية من طهران وهذا المعسكر عنده قدر كبير من الصبر وعنده استراتيجية وعنده أهداف مضادة. لازم المعسكر الآخر أنه يكون على استعداد لأنه يعمل استراتيجية. جزء منها موضوع الجانب الفلسطيني. الجانب الفلسطيني عندنا مشروع فعلا اللي هو قايم. هو مين إحنا عملنا إيه؟ أحد الإنجازات الكبرى في تاريخ القضية الفلسطينية أن يبقى في حاجة اسمها منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ده الموضوع اللي لازم. وبعدين أول حاجة ابتدى يقولها ناس كتير ما تعرفش أن الحكم الذاتي للفلسطينيين تم انتزاعه بموجب اتفاقية السلام وتفاهمات كامب ديفيد. ده بداية بقى القصة. بالزبط. القصة بدأت في سنة بعد حرب أكتوبر سنة 74. ياسر عرفات راح الأمم المتحدة واعترف بيه كمنظمة التحرير. ده كان بداية ان يبقى عندك كيان وطني عمل سلطة وطنية فلسطينية في اتفاقات أوسلو لأول مرة في تاريخ فلسطين. يعني التاريخ الفلسطيني لأول مرة يبقى فيه سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطينية. هذا الحل هو الذي تسعى إليه. يبقى عندك هدف واضح إن والأمريكان موافقين والروس موافقين والصينيين موافقين إن يبقى الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة سياسية واحدة. في هذه الحالة المسألة بسيطة. أنت محتاج فترة انتقالية لغاية ما الأمن يستقر وتشيل الألغام وتعمل الحاجات اللي زي كده. دي ممكن تتعمل بأكثر من طريقة للتنظيم. تعمل بعدها كده انتخابات ويبقى عندك إدارة لهذه المسألة جاية من عباءة منظمة التحرير الفلسطينية. لا يوجد شيء آخر. يعني لا حماس ولا الجهاد الإسلامي ولا الجبهة الشعبية اللي مش عارف تحرير فلسطين. المنظمات المختلفة اللي من هذا النوع واللي هي حملة سلاح هي اللي كسرت فكرة الدولة الفلسطينية. لأنه لا يوجد دولة وانت عندك السلاح فيها مش في إيد الدولة. ده أول بريك كبير في فكرة القومية والوطنية والدولة الفلسطينية. دي مسألة يعني لا يمكن التسامح معها في أي دولة جاية. وعشان كده يعني الفلسطينيين وإسرائيل نفسها بقت عمالة إن هي تقول لك ده هم مش دولة. ده طب حديث حضرتك إن إحنا أمام يعني لازم تجاوزك يعني حضرتك تجاوزت المربع المباشر للمربع الأصيل من وجهة نظرك إن هو صراع بين مشروعين في هذه المنطقة. بالظبط. طب ما هو ده يخلينا نقف قدام التحذير المصري لشبه يومي من خطورة اتساع رقعة الصراع. طبعا هو اتساع قطعة الصراع معناها إن احنا هنوغل في العملية. إنما أما بنعمل هنا هنعمل التكتل اللي بتكلم عنه ده لمشروع سلام مش لمشروع حرب. بنتكلم هنا عن مشروع سلام لانه انا في مشروع الحرب معناه بيطيل امد تنفيذ المشروع التنموي بتاعي. لذا فانه الموضوع الوحيد يبقى سلام. ما بتحققش السلام الا اذا حصل توازن للقوة. القمة العربية القادمة في البحرين بعد ايام متوقع منها ايه من وجهة نظرك؟ شوف نتائج القمة اللي قبلها. بس دي هتبقى فرصة للقادة العرب يعني هيلتقوا في ظرف بالغ الصعوبة. يعني الميكانيكا بتاعت القمة العربية بيجتمع القادة بيقعدوا لمدة نص يوم. المرة دي يمكن يقعدوا يوم بحاله وبعدين إذا كان في شيء هيبقى في بيان مشترك مش هيختلف كثير. لازم يكون مش ل 22 دولة. العدد الدول اللي هي عندها مصلحة مباشرة في موضوع استقرار المنطقة وموضوع بناء المنطقة.
انما انت النهارده، انا مش عايز اقلل من قيمه حد، كل الدول العربيه سواسيه في تنظيم عربي يجب ان نحافظ عليه، لكن في نفس الوقت احيانا انك انت ممكن تاخد فيتو من اطراف لا ترى مثل هذا المسار. لا، سوريا هتقول ايه في حاجه زي كده؟ استمرار النضال ضد اسرائيل، استمرار الحرب يعني. هتبقى القضيه اسرائيل مش قضيه الميليشيات، لان سوريا مليانه ميليشيات. فسوريا دلوقتي بقت عضو عائد، والناس كانت فرحانه انه عائد، لكن تفكيره ونظرته لنفسه وتركيبته الداخليه لا. في دول عربيه اخرى بتناصر ذلك، وانا بحترم وجهه النظر دي، لكن انا بقول معسكر البناء والاصلاح لابد انه يبقى واضح ان هو مصمم على هذا الطريق، وان هذا الطريق هو طريق السلام، ونقدم الاختيار للاسرائيليين والامريكان، بس يبقى نابع مننا الفكره. يعني الرئيس السادات وكان صديق لكارتر والكلام زي كده، ما رضيش يسمع كلام كارتر. كارتر كان عايز مؤتمر دولي، يعمل مؤتمر دولي فيجي فيه كل الناس، يجي السوفييت ويجي السوريين ويجي كذا، يعملوا فيتو على البلد اللي هي اكبر بلد سكانا في المنطقه، انه يقول لك ايه لا. فهو قرر ان هو يعمل الطريق الخاص. هو كان عنده مصطلح الله يرحمه، يعني كان يقول انا عايز اخد ارضي من الحديده للحديده. بالظبط كده. فهو يعني هو ده المره دي، الحديده للحديده هي ان احنا عندنا شعوب تستحق انها تبقى جزء من العالم المتقدم، انها تبقى جزء تعيش في حاله رخاء، انها تكون عندها اجيال جديده تكون في حاله المعاصره والتعرف على العالم الجديد اللي احنا داخلين عليه. دكتور عبد المنعم، حضرتك شرفتنا وبشكرك على هذا الحوار، وبشكرك على وقتك. شكرا. وعلى رؤيتك الشاملة اللي كنا محتاجينها في توقيت زي ده، وتسمح لي ان هذا اللقاء يبقى متكرر، يعني لو وقت حضرتك يسمح. ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر زملائي الصحفيين اللي شرفونا النهارده في كلام في السياسه، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من كلام في السياسه. بس هسيبكم نروح لموجز باهم الانباء مع زميلتي الاستاذه نسرين فؤاد. دمتم في رعايه الله.